السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير ويجعل أيامكم كلها فرح وسرور وسعادة، قولوا آمين. كلما خالطت الناس ازددت يقينا أن الأخلاق مثل الأرزاق قسمة من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يحسن أخلاقنا. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. الله أكبر. أنت لما تحسن أخلاقك مع الناس ومعاملتك مع الناس يحبك الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلامك الطيب وابتسامتك الحلوة ومعاملتك الحسنة مع الناس هذا من حسن الخلق، الله يحسن أخلاقنا. الصحابة عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فحاشا ولا سبابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن عمرو: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. الشيء اللي قاعدين نشوفهم في الإشارات وفي المحلات وفي الملاعب من الصراخ والشتم واللعن ما هي من أخلاق الإسلام. لو اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه لأسلم الكفار بسبب الأخلاق. كلنا نسمع مقولة: والله أحرجني بأخلاقه. تحرجه وتأخذ اللي تبغاه ويحبك ويحبك الله بسبب أخلاقك، فحسن أخلاقك.